وصلت إلى مطار دمشق الدولي طائرة تابعة للسورية للطيران تقل 250 راكباً من السوريين العالقين في الخارج، قادمة من مطار الشارقة في الإمارات العربية المتحدة، وذلك تنفيذاً لقرارات الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا. وقامت وزارة الصحة بنقل ركاب الطائرة بباصات خاصة إلى فندق مطار دمشق الدولي والمدينة الجامعية، وذلك بعد قياس درجات الحرارة للقادمين وتسجيل بياناتهم.